السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا متابعينا الكرام، متابعين قناة زرعانجي، اهلا بكم في فيديو جديد. هنشوف مع بعض في الفيديو ده مقارنة بين الزراعة العادية باستخدام التربة العادية والبيئة العادية خالص اللي هي بنزرع فيها واستخدام الفيرمي كومبوست. اول حاجة معانا، احنا معانا دلوقتي النبات اللي موجود معانا ده هو اللي هو الموز او موز الزينة، نبات موز الزينة. انا كنت مصور الفيديو من بداية الزراعة، العودين كانوا زي بعض بالظبط، كان ده العود الاساسي هنا في القصيص ده، وده كان العود الاساسي في القصيص ده. كنت مصور المراحل الزراعة من البداية خالص ومتابعة مستمرة لمراحل النمو، كان كل دي متصورة ومتسجلة على هيئة مقاطع فيديو منفصلة، وكان المفروض ان هي هيتم تجميعها وعملها في الفيديو الكامل اللي هو الفيديو ده، لكن اللي حصل المشكلة اللي حصلت عندي في التليفون، فللأسف راح كل التصوير وكل الفيديوهات اللي كانت موجودة عليها واللي كان معايا قبل كده، وحصل فيه مشكلة وباظ. فاللي حصل ان الفيديوهات دي دلوقتي مش موجودة، فاضطريت ان انا اعمل الفيديو على الوضع الحالي، وهشرح لكم ايه اللي حصل من بداية الزراعة ومراحل النمو وايه الاضافات اللي كنا بنضيفها هنا او هنا. زي ما قلنا هو نبات زينة اللي موجود معانا او اللي هنقيس عليه، فالموضوع سيان على اي نبات ايا كان. بس اللي حصل ان احنا فعلا زرعنا العود ده، كان في البداية خالص كان صغير، كان في حجم ده تقريبا في بداية الزراعة، كان في حجم العود ده. بالنسبة للعود ده والعود ده كانوا الاثنين العودين، العود اللي في ايدي اليمين والعود اللي في ايدي الشمال، كانوا الاثنين في نفس حجم البرعم او الخلفة الصغيرة اللي موجودة هنا. وزرعنا واحد في القصيص ده والتاني اللي هو ده في القصيص ده. بدأنا بعد كده كانت التربة في الاثنين متماثلة، مفيش اي اختلاف بين التربة في الاثنين، كانت تربة زراعية عادية خالص اللي هو باستخدام الطمي للزراعة، مفيش اي اضافات تانية. واضافة الكومبوست في الاثنين، الكومبوست مش فيرمي كومبوست، يعني ضفنا هنا تربة زراعية وكومبوست وهنا تربة زراعية وكومبوست. بس بالنسبة لمكونات التربة اللي مزروع فيها النباتين في القصصين. بعد كده تابعنا في عملية الري، كان الري ده باستمرار باستخدام الفيرمي تي او شاي الفيرمي كومبوست اللي هو موجود معانا في البخاخة دي او في الرشاشة الصغيرة دي. اما بالنسبة للقصيص التاني اللي هو ده، فاستخدامه او الري بتاعه كان بيتم بريه بمية فقط، كنا بنروي هنا بمية بس، وهنا كنا بنضيف من مرة لمرتين في الاسبوع فيرمي ليكويد فيرمي تي، شاي الفيرمي كومبوست كنا بنضيفه للقصيص ده مرة او مرتين في الاسبوع، متوسط مرة واحدة في الاسبوع مع مية الري. اما هنا فكنا بنروي بمية فقط، ما فيش اي اضافات تانية، علشان نفصل بين الاثنين او علشان نشوف الاختلاف بين الاثنين، فكنا بنستخدم هنا مية بس وهنا بنستخدم مية واضافة الفيرمي تي او شاي الفيرمي كومبوست مرة واحدة اسبوعيا. طبعا فرق النمو واضح جدا بين الاثنين، هنا العود بالنسبة للي كنا بنستخدم له مية بس وما استخدمناش فيه فيرمي كومبوست خالص، لا سايل ولا بودر، العود الاساسي جايب نمو كويس تقريبا نفس حجم النمو بتاع العود التاني، لكن ممكن العود التاني فارق عنه بحاجات بسيطة، فرق النمو ده عندها قليل جدا مش عالي، لكن الفرق الكبير او الفرق الواضح اكتر هو الفرق اللي موجود عندنا في الخلفات بتاعة العودين. العود اللي ما تمش استخدام الفيرم كومبوست ليه جايب خلفتين بس وحجمهم صغير جدا، خلفة منهم جايبة ورقة واحدة ولسه الورقة التانية بدأت تطلع اللي هي دي، والخلفة التانية لسه في اول ورقة. ده بالنسبة للعود اللي كنا بنستخدم له فراي ومية بس. طب اللي كنا بنستخدم له فيرمي تي او الفيرمي كومبوست السايل او شاي الفيرمي كومبوست، فهو دلوقتي ده العود الاساسي، حجم النمو بتاعه كويس تقريبا قريب لحجم النمو التاني، مع اختلاف ان اللون الاخضر اللي فيه لون اخضر داكن، لون اخضر صريح مش مصفر زي كده، او اخضر فاتح او باهت زي اللي موجود هنا. وتاني حاجة هنلاحظها انه جايب عدد خلفتين برضو زي التاني، هو كمان جايب خلفتين، لكن الخلفتين حجمهم كبير جدا، هنا الخلفة الاولانية فيها ورقة 2 3 4 اربع ورقات، والخلفة التانية 3 ورقات، والرابعة هي اللي هتطلع ديت، فده حاجة كويسة جدا. وكمان في برعم
في برعم تاني حديث لسه بيظهر من الارض اللي هو ده. يبقى كده جايب برعمين كبار او خلفتين كبار وخلفة تانية او خلفة تالتة لسه بتظهر او لسه طالعة من الارض، لسه بتطلع من الارض. مع ان الاتنين في بداية الزراعة زي ما قلنا الاتنين بالنسبة للنباتين كانوا مزروعين قد بعض بالظبط، نفس الظروف نفس كل حاجة، ما فيش اختلاف بينهم نهائي غير اضافة الفيرمي كومبوست او شاي الفيرمي كومبوست اللي هنشوفه دلوقتي. احنا عملناه قبل كده في فيديو، عملنا طريقة تحضير الشاي الفيرمي كومبوست بالتفصيل في فيديو قبل كده. هو بيكون بالشكل ده كده، اللون بتاعه مش عارف هيبقى واضح ولا ايه، هو لونه بني اللون، هو اللي موجود معانا في البخاخ ده. اتكلمنا عن طريقة عمله بالتفصيل في الفيديو بتاع طريقة تحضير شاي الفيرمي كومبوست. هو بس ده اللي بنستخدمه هنا للنبات ده، واستخدامه بيكون سهل جدا. احنا بس بنضيفه مرة او مرتين اسبوعيا زي ما قلنا مع مية الري، بنخلطه مع مية الري، ومش لازم نستخدم البخاخة دي في عملية الري، احنا بنضيفه مع مية الري مباشر. يعني لو مية الري خلطينها في جردل عشان باقي الزراعات اللي هنا سواء نعناع او ريحان، الزراعات اللي موجودة على السطح، فبنخلط المية في جردل، وده بس اللي بيروى من المية اللي مخلوط معاها شاي الفيرمي كومبوست، وبنرويه بالطريقة دي كده. اما ده بنرويه بمية بس، مية ما عليهاش اي اضافات تانية. النقطة كمان التانية، هنلاحظ ان اللون الناشف او حواف الاوراق اللي جافة بالشكل ده كده، اللي حاصل في حواف الاوراق اللي جافة دي نتيجة درجة الحرارة المرتفعة، وكمان لان هما في اشعة الشمس المباشرة، هما موجودين على السطح، فاشعة الشمس واصلة لهم بشكل مباشر جدا، ودرجة الحرارة طبعا الاسبوعين اللي فاتوا كانت عالية جدا، فهي اللي تسببت في جفاف الاوراق بالشكل ده كده. هنلاحظ ان جفاف الاوراق ظاهر في القصصين بشكل متوازن، هنا الاوراق جافة وهنا وهنا، ونلاحظ كمان في القصيص اللي مستخدمين له فيرمي برضو مفيش اي اختلاف بينهم من حيث جفاف الاوراق والاجهاد الحراري اللي تعرض ليه النباتين بشكل عام. فالاجهاد الحراري مؤثر على النباتين بشكل عام، مفيش فيه اي اختلاف، فيش مقاومة اعلى للاجهاد الحراري هنا او هنا، لكن اعتقد ان هي كانت هتكون اعلى لو كنا بنستخدم الفيرمي تي رش على الاوراق، كان هيقلل معانا الاجهاد الحراري بنسبة كبيرة. لكن لحد دلوقتي كده بالمقارنة البسيطة اللي عملناها على طريقة الري، فطبعا المقارنة واضحة جدا ان هي لصالح الفيرمي كومبوست او شاي الفيرمي كومبوست. بس انا حبيت اعمل الفيديو ده بناء على طلب عدد من المتابعين، طلب مقارنة بين استخدام الفيرمي كومبوست او شاي الفيرمي كومبوست ونبات تاني يكون في نفس الظروف ونفس المعاملة، ما يكونش استخدم له او ما يكونش اتحط له فيرمي كومبوست او شاي الفيرمي كومبوست نهائي. فعملنا التجربة دي عشان يكون الفيديو فيه توضيح للفرق او لفرق النمو بين استخدام الفيرمي وعدم استخدام الفيرمي. طبعا انا الموضوع ده عملته كتير ومتأكد منه من سنين، لكن حبيت اوضح لكم الاختلاف وفرق النمو بين الاتنين في الفيديو هنا. بس في نهاية الفيديو اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وقدم لكم معلومة جديدة وفاتكم بشيء. ياريت ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس لو اول مرة بتشوفنا، وكمان ياريت تكتب لنا تعليق برأيك او سؤالك او استفسارك، وان شاء الله هنرد عليك في اقرب وقت. شكرا لحسن المتابعة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. سلام.